البيضاء ولحظات، وانطلقت الآن الجياد في شوطها الثاني على جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط للخيل المستوردة عمره 3 سنوات وأكثر، ومفتوح الجميع الدرجات على مسافة 1650 متر، وقيمة الجائزة 52,000 ريال، والصدارة لفخر دبوي في المركز الأول، وتقدم الآن من دباوي في المركز الأول يتقدم على فخر دبوي في المركز الثاني، ومتابعة أيضا من دائم عزنا في المركز الثالث، فهم في المركز الرابع، وسديد في المركز الخامس، والمركز الأول لدباوي، متابعة من الجواد فخر دبي الآن، ويعود لأخذ الصدارة مع متابعة من الجواد فهم في المركز الثاني، دباوي المركز الثالث، ودايم عزنا في المركز الرابع، الخامس للجواد سديد، السادس لزملان، وأيضا متابعة من فخر الوطن من الداخل، والصدارة للجواد فخر دبي في المركز الأول، متابعة أيضا من الجواد فهم في المركز الثاني، والجواد فخر دبي متصدر مع الطريق المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، فخر دبي في المركز الأول، ولا توجد لديه أي انتصارات هنا في الميدان السعودي، ربما يسجل الآن انتصاره الأول في هذا الشوط. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فخر دبي لإسطبل محمد الجمالي المدرب عزيز والخيال راموس، وإلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول، ألف مبروك.